معركة، التعامل مع الريح معركة، التنفس مع الغبار معركة، مجرد القدرة على البقاء على الأرض في مواجهة التهجير معركة. باختصار، العيش هنا كله معركة والحياة صراع. هاي نرم، هذه قطعة أرض عندنا، والله قطعة أرض. صار لنا 25 سنة مو مراهن، هذا 25 سنة كلها منطقة هاي تعرف. اي عجل اول مراهن، عجل هذا هذا مراهن اول ما كنا هناك مراهن ورحلونا هناك، حطونا هناك والحين هذه شغلتنا ما في غيرها. وإلى جولة خاصة من رحلتنا في عدد من قصور أمير واحد، ولا اختيار أفضل لهذه الجولة من قصور السلطان. قصر السلطان في الدمام، ومزرعته الضخمة في الهفوف، وأحد قصوره في الرياض، وقصره في المدينة، وقصره القديم في جدة، ثم قصره الآخر في جدة على البحر، ثم قصره في عسير. أما ما لم يظهر في هذه الجولة فقصره في الطائف، ومزرعته في جنوب الرياض، ومزرعته في القصيم، وقصره في حائل، ومزرعته في تبوك، وقصره في مربية، وقصره في جنيف، وقصره في جنوب فرنسا، وقصره في إيطاليا، وقصره الذي يكاد يكون دولة كاملة في المغرب، وقصره في القاهرة، وقصره في الإسكندرية، وقصوره في لبنان، وقصور ومزارع وسراداقات لا تحصى. ثم قصور زوجاته التي ربما لم يقض معهن ليلة واحدة، وقصور أصحابه وأخلائه وحاشيته. ترى كم هو الزخم المادي والبشري لهذه القصور والمزارع، كم عدد الخدم والحشم، كم عدد الحرس والطباخين، كم عدد عمال الصيانة، كم عدد الطفيليين ورجال ونساء المتعة في كل قصر، كم كلف البناء، كم كلف التأثيث، كم كلف التشجير، كم تستهلك هذه القصور من الكهرباء، كم تستهلك المزارع من المياه، وكم تمثل كل هذه القصور والمزارع لسلطان ولغيره من الأراضي التي يحتاجها الناس. فإذا كان لعبد الله مثل هذه القصور، وكذا لسلمان ونايف وأحمد ومتعب وعبد الرحمن ومشعل وكل أبناء عبد العزيز وكل أبناء أبنائه، فهل يبقى غريبا أن يكون نصيبهم من دخل الدولة 90%؟ الدين ما يرعاه شروى طليطين، ما حاشها شرواه والله بعيدة، شي تصح بخير كل الموازين. لا ما يضيع الحق لازم نعيده، وضيم الرجال اكتاه، ظلم السلاطين وحياتنا يا ناس صارت زهيدة، وشلون نرضى الذل واحنا عزيزين وزرع الوطن. الدرقان يجني حصيده على الارض والبترول، حتى البحرين هي والوحوش الظاهيه والشريده، بدع علي باطا يحوش الملايين، حبوبنا بجنيف صارت رصيده. الناس تدري كلنا اليوم دارين، ولحد يغطى الشمس يا ناس بيده. وبعد هذه الجولة ربما كان من المناسب أن نقارن قصور ومزارع سلطان بمقر إقامة هذا المواطن الذي عجز عن دفع إيجار المنزل، وعجز أن ينشئ بيت صفيح في أطراف المدينة، وعجز أن يوفر إقامة حتى ولو في حي غليل والهندوية والحفاير، فاضطر أن يقيم هو وعائلته في هذه السيارة. ومن قصور ومزارع سلطان إلى سليله خالد، ومن شابه أباه فما ظلم، وكم من شبه بين سلطان وأبنائه في كل شيء حتى فيما لا يقال، إلى قلب الصحراء في زيارة لمزرعة الخالدية، 800 هكتار بلغة المزارعين، و8 ملايين متر مربع بلغة البلديات، أي 4 كيلومترات طولا بكيلومترين عرضا، و25 بئرا تستنزف مستودعات استراتيجية اجتمعت على مدى ملايين السنين، بحيرتان من الماء العذب مساحتهما قدر مسطح 300 منزل من المنازل الكبيرة. هل تستغرب بعد ذلك أن تكون في بلادنا أزمة مياه؟ ومن المنظر العلوي إلى صورة مباشرة، نعم إن ما تشاهدونه حقيقة. انظر إلى تطابق الصور مع المشاهد الجوية،
وعلى كل حال خالد نفسه يفتخر بمزرعته وما فيها من حيوانات ونباتات، وما عليك إلا مراجعة موقعه على الإنترنت. ولا يقول قائل أننا افترينا وتقولنا وألفنا. خالد تمنى فحقق النفط له ما تمنى، تمنى حيوانات إفريقيا، وتمنى حدائق اليابان وبحيرات السويد، وأين؟ في قلب نجد، في وسط الصحراء. وإلى البؤس مرة أخرى، في بلادنا حين انصرف خالد بالمقدرات لم يجد صاحب هذا المنزل إلا حظيرة الأغنام مأوى ينام فيه. هذه الصورة لم تلتقط في أقصى المناطق الفقيرة في اليمن، وليست لفقير من إندونيسيا، بل هي في بلادنا وقد نشرت في الصحف، لكن ربما لم تؤثر في الناس فقد تعودوا على إخوانهم في الأقفاص. لكن أبهة مزرعة خالد لا تساوي شيئا عند ملك البذخ وشيخ البطر وأستاذ التبذير الهالك فهد وابنه عزوز. الجزر الساحرة لو لم يرها الناس لقالوا أسطورة. فهد لم يرده مجرد قصر ولا قرية ملكية، بل أرادها جزرا كاملة يكون في الجزيرة الرئيسية ما لا عين رأت من عظمة البناء والحدائق الغناء، ويكون في الجزر الأخرى جمال السواحل ولذة التمشي والإبحار. هل تعلم أن هذه الجزر كلفت أكثر من 10 مليارات، يعني ما يساوي تكلفة 24,000 منزل من المنازل الممتازة؟ ولكن لا تتحمس في الحساب، فهذا ليس إلا قصرا واحدا من قصور فهد التي تزيد عن عدد قصور سلطان. ترى هل انتفع فهد بضخامة هذه الجزيرة أو برونقها وجمالها أو بما صرف عليها؟ ها هو جيفة تحت الأرض أخذه الله كما أخذ غيره. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ولكن آل سعود لا يتعظون ولا يزالون في البنيان والتبذير والبطر يتنافسون. ومن الجزر الساحرة إلى الأفواه الفاغرة، إلى البطون الخاوية، إلى أناس لا يملكون حتى حق البناء. هذه المرة في تهامة، هذه البيوت ليست نماذج بشرية لما قبل التاريخ، هذه منازل حقيقية يقطنها الآلاف من الناس في جنوبنا الغالي. هؤلاء لا يعرفون النفط ولا يدرون عنه، غذاؤهم وشرابهم وملبسهم ومسكنهم من الأرض التي يعيشون فيها. نعم، فحتى الأرض التي هي مصدر الحياة عندهم استكثرها عليهم الأمير فأصدر بها صكا وسلبها منهم. ترى هل نزعت هذه المناظر من مخيلتك صورة القصور؟ إذا لم تفعل تعال معنا. هل تذكر صاحبنا الذي تحولت سيارته سكنا له؟ تخيله في حديقة القصر هو وسيارته وعائلته. لعلك ما نسيت الذي سكن في القفص، تخيله هو وقفصه في غرفة نوم الأمير. خذ هذين المنظرين واتركهما في مخيلتك وردد: هل في وطني من أحرار يرجون حياة الأحرار؟ هل في وطني من أحرار يرجون حياة الأحرار وينادون بصوت واحد هيا فلنأخذ بالثار؟ النائم يستيقظ يوما والباطل لا يبقى دوما، والأرض لنا والمال لنا والطرد حليف الغدار. صرنا أضحوك تحاضرنا يبكي ويولول ناظرنا، نحن نغني ابن سعود ملك لا تأكله النار. نحن جراح تنزف كمدا، نحن نضال يبقى أبدا، نحن خير أنتم شر بل أنتم للشر شعار. إن كنتم كفرا وخيانة